صغيرين لما كنا بناخد اجازه ونرجع تاني للدراسه ما كناش بنعرف نذاكر. تقريبا الموضوع امتد معانا دلوقتي واحنا كبار كمان، لما بناخد اجازه ونيجي نرجع نشتغل تاني او نرجع للشغل، الواحد ما كانش عارف يروح الشغل النهارده وكاني اول مره اشتغل في حياتي. ودلوقتي وانا قاعد اصور الفيديو حاسس ان انا دي كتير قوي ما صورتش فيديوهات، مش عارف فيديوهات كانت تصور ازاي وانا كنا بنعمل ايه، ثالث مره اصور الفيديو. المهم ما علينا، اولا كل سنه واحنا طيبين جميعا بمناسبه شهر رمضان. احاول الفتره الجايه اعمل افكار جديده بحيث ان الموضوع يبقى مسلي اكتر خلال الشهر ده، مش عاوز اسبق الاحداث ونشوف الفتره اللي جايه تمشي ازاي، بس اكيد هتبقى حاجه كويسه. المهم نرجع لفيديو النهارده. حرفيا اللي بيشتري دلوقتي بجد صعبان عليا جدا، يعني هو هيحتار فعلا هيشتري اني موبايل. كميه موبايلات عماله تتضخ جوه السوق المصري باعداد مهوله، انا تقريبا بنام وبصحى تاني يوم بلاقي موبايل جديد نزل. انا نفسي محتار، يعني انا مش عارف اغير الاف اف تي واروح لموبايل تاني علشان اوصل لكم التجربه بتاعته. الموبايلات كتير قوي كلها كويسه وكلها يعني تستاهل انت تجربها، ولكن انا اكتر حاجه متحمس لها بصراحه هو الريدمي 3 برو. وخليني اقول لك ليه انا متحمس الموبايل ده. الموبايل ده حرفيا هيبقى ارخص موبايل تقدر تلعب عليه فورتنايت. كلنا كنا متابعين الفتره اللي فاتت لما تم الاعلان عن الريدمي 3 في مصر، وكان في نفس اليوم بالظبط كان بيتم الاعلان عن الريدمي 3 برو بس بره مصر. وفي الايفنت بتاع الريدمي 3 انا كنت هناك، ومن ضمن الاسئله اللي اتسالت ان امتى الريدمي 3 برو هيوصل مصر، وكان الرد كالتالي اللي هو الدنيا كانت صعبه الفتره اللي فاتت علشان قرارات وزاره الصناعه ولا مش عارف الجمارك او الصادرات والواردات والحاجات اللي انا مش فاهمها دي، وعشان كده الريدمي 3 قعد حوالي شهرين عقبال ما ينزل مصر بعد الاعلان عنه بره مصر. وبعدين قالوا ان الريلمي 3 برو هينزل اسرع من الريلمي 3. لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هو الكلام ده واقعي ولا لا، ولا فعلا الريلمي 3 برو ممكن يتاخر زي الريلمي 3 ويقعد حوالي شهرين عقبال ما ينزل لنا، لسه مش عارفين. بس لو الاحداث مشت زي ما هم بيقولوا المفروض يكون مثلا على الشهر اللي جاي عندنا، بس الله اعلم فعلا هينزل بسرعه زي ما هم بيقولوا ولا مجرد كلام. تعال نتكلم شويه عن الموبايل ده اللي هو تحسه كده ابجريد لطيف كده للريلمي 2 برو. انا استخدمت الريلمي 2 برو، الموبايل ده كان حرفيا طلقه في كل حاجه. 8 جيجا رام، معالج سناب دراجون 660، سوفت وير كان خفيف جدا. ولكن كان عندي مشكله كبيره معاه ان انا مش بحب السوفت وير بتاع اوبو اللي هو ما كانش بيظهر اشعارات، وكمان الموبايل ما فيهوش نوتيفيكيشن ال اي دي اللي هي لمبه الاشعارات، فكان التعامل ما بيني وبين الموبايل مختلف عن اي موبايل اندرويد مسكته. اي موبايل مسكته تاني فيه لمبه اشعارات، فيه ايقونات بتاع النوتيفيكيشن اللي بتظهر لي فوق كده جنب النوتش او فوق في شريط الاشعارات، ولكن الموبايل ده كان غريب ما بتظهرش فيه حاجه، لازم تفتح الموبايل وتنزل شريط الاشعارات وتشوف الاشعار ده جاي لك من انهي تطبيق، فكان تجربه مش لطيفه قوي بالنسبه لي. ولكن قلت ان الموبايل ده كان طلقه، بالاضافه ل 8 جيجا رام كانت بتخليني افتح ابلكيشنز كتير، وكمان السوفت وير كان بيحافظ عليها بما ان الرام كبيره، وكمان السوفت وير اوبتمايزد قوي اللي هو يعرف يتعامل مع التطبيقات الكتيره مفتوحه في الخلفيه ويفضل سايبها لك في الباك جراوند شغاله. لو انت مثلا خرجت من التطبيق ورجعت له تاني هتلاقيه على نفس المكان انت سبته عليه، مش هيعمل ريلود او مش هيحمل تاني. بصراحه ده كان شيء عظيم جدا بالنسبه لطبيعه استخدامي اللي انا بعمل حاجات كتيره في نفس الوقت وعاوز موبايل يسعفني او عايز الموبايل يبقى سريع معايا. وعلشان التجربه اللطيفه الجميله اللي كانت مع الريلمي 2 برو انا مستني الريلمي 3 برو. والريلمي 3 برو هو مش هيختلف قوي في الديزاين عن الريلمي 2 برو، النوتش الصغيره من قدام، نفس الشاشه اللي هي 6.3 انش بنفس الريزوليوشن اللي هي فول اتش دي بلس، وكانت الشاشه في الريلمي 2 برو كانت ممتازه جدا، كان سطوعها عالي قوي تحت اشعه الشمس، كان حجم الموبايل مناسب جدا لايدي، كانش حجمه ضخم، بالاضافه ان الموبايل بيجي بنفس التصميم من ورا اللي هو البولي كاربونت، بس دلوقتي مفيش الفريم المعدن المفاصل ما بين الظهر والشاشه، خلاص الظهر والجناب بقى حاجه واحده، كتله واحده اللي هو 3 دي بودي ديزاين او اللي هم مسمينه كده. المهم التصميم مش هيختلف كتير، ولكن اللي هيختلف المعالج بتاع الموبايل. الريلمي 3 برو بيجي معالج سناب دراجون 710، وده معالج جديد قوي جدا، خاصه السعر او الفئه السعريه اللي هيبقى نازل فيها الموبايل وهتلاقي فيها معالج زي ده مش موجود في اي موبايل في نفس الفئه السعريه او حتى الفئه السعريه اللي اعلى منه، فدي بصراحه دي اصلا في حد ذاتها نقطه تتحسب له. انا بالنسبه لي ممكن استنى شويه لغايه ما الموبايل ده ينزل عشان بس نقطه المعالج دي. المعالج ده على الورق يعتبر اضعف شويه من المعالج اللي هو 675 اللي هو الموجود في السامسونج اي 70، ولكن كارت الشاشه اللي في 710 اقوى من كارت الشاشه اللي في 675. كارت الشاشه اللي في 675 ادرينو 612، كارت الشاشه اللي في 710 ادرينو 616، فالمفروض الموبايلين دول هيشغلوا فورتنايت، وبناء على كارت الشاشه اللي موجود في المعالج اللي هو 710 اقوى من كارت الشاشه اللي موجود في 675، فالمفروض ان الريلمي 3 برو يشغل فورتنايت بشكل افضل. طبعا اللعبه دي اصلا تقيله وهي اصلا مش مخصصه للفئات المتوسطه او للمعالجات اللي بتنزل فيها المتوسطه، لازم معالج فلاج شيب عشان يعرف يتعامل مع الجرافيكس، واللعبه دي تقيله جدا، اتقل
كتير من ببجي. ببجي ما تجيش حاجه جنبها. ولو كان حد شايف الفيديو اللي كان عمله محمود طارق على الاي 70 ولعب شويه على الموبايل فورتنايت، اللعبه ما كانتش ماشيه كويس وكانت بتعمل دروب في الفريمات رهيب وما كانتش مكمله حتى 30 فريم، فكانت اللعبه بتعمل دروب في الفريمات، اللعبه مش سموز، اللعبه مش ناعمه كده، مش سلسه. وده طبيعي علشان اصلا المعالج ده مهما كان قوي اللعبه دي اقوى منه او تقيله عليه، مش لعبه خفيفه. فده كان وارد ان هو يحصل، بس الناس كانت متحمسه جدا الموبايل ده عشان بيجي معالج قوي، معالج جديد، وكمان هيلعبوا عليه فورتنايت، وموبايل بيجي بديزاين وشكل وبطاريه كبيره وشاشه سوبر امولد وحاجات حلوه، فالناس كانت متحمسه جدا. ولكن تجربه الالعاب عليه او تجربه فورتنايت بالذات عليه ما كانتش افضل حاجه. برضه تقدر تبحث على اليوتيوب وتشوف مثلا فيديو جيمنج للريلمي سي برو وتقارنه بفيديو جيمنج للاي 70 مثلا في لعبه فورتنايت، اكيد هتلاحظ اختلاف ما بين الاثنين. الموبايل ده كمان هينزل بنسختين، نسخه 64 جيجا و4 جيجا رام، ونسخه ثانيه 128 جيجا و6 جيجا رام. بس انا بصراحه نفسي تنزل نسخه 128 جيجا و8 جيجا رام، تقريبا ما حدش هيشتري اي موبايل ثاني غير الموبايل ده. برضه 6 جيجا رام مش قليله، هتديك اريحيه وتتحرك براحتك وهترجع تلاقي الابلكيشنز مفتوحه وكل حاجه تمام، بس كنت اتمنى ان هي 8 جيجا رام تبقى افضل. ولكن مازال الموبايل بيقدم لك مواصفات تحفه، مواصفات مش هتلاقيها في اي موبايل ثاني، بالاضافه للسوفت وير خفيف اللي هو الكار او اس 6 اللي هو اخيرا عدلوا فيه اكتر مشكله كنت بكرهها في السوفت وير بتاع اوبو اللي هو ظهور الايقونات بتاع الاشعارات. دلوقتي الايقونات بتاع الاشعارات بتظهر لك عادي فوق النوتيفيكيشن بار في مكانها الطبيعي جدا، بالاضافه ان الكالر اس من اكتر السوفت ويرات اللي انا اتعاملت معاها ستيبل مستقر، ما فيهوش باجز كتير، ما فيهوش تعليقات كتير، ما فيهوش الحاجات اللي بتظهر لما انت بتستعمل موبايل وتنزل عليه الابلكيشنز والحاجات دي، ما كانتش بتواجهني مع الريمي 2 برو. مع ان الريمي 2 برو كنت منزل عليه ابلكيشنز كتير قوي، ولكن السوفت وير مستقر قادر عادي ان هو يتعامل مع ابلكيشنز بطريقه سلسه جدا، متحمس ان انا اتعامل معاه تاني بشكله الجديد بقى، اكيد هتبقى تجربه افضل. بالاضافه لحاجه كمان اتحسنت في الريلمي 3 برو عن الريلمي 2 برو هي البطاريه. البطاريه في الريلمي 2 برو ما كانتش حلوه قوي، كانت 3500 ملي امبير، وكمان المعالج ما كانش موفر جدا في الطاقه اللي هو 660، بياكل جدا في البطاريه. لو مثلا بتلعب على الموبايل، الموبايل ما كانش بيكمل 5 ساعات 6 ساعات سكرين اون تايم لو انت مثلا بتلعب شويه على الموبايل في وسط يومك، وكمان الموبايل ما كانش بيدعم الشحن السريع، فدي برده كانت من النقط اللي مضايقاني جدا من الموبايل ده، بس كنت بتاقلم عليه. ولكن في الريلمي 3 برو الموضوع اتحسن وبقت البطاريه 4000 ملي امبير، وكمان بتدعم الفوك تشارجنج 3 اللي هو بيشحن ب 20 واط. فانت دلوقتي واخد معالج اصلا موفر للطاقه اللي هو بتقنيه تقريبا 10 نانو متر او 11 نانو متر مش متذكر، بطاريه كبيره وكمان شحن سريع، كل دي باكج واحده في موبايل نازل سعره ب 14000 روبيه هنديه اللي هو ما يعادل 200 دولار اللي هو يعادل 3000 جنيه ونص او 4000 جنيه مصري. ده النسخه ال 64 جيجا و4 جيجا رام، والنسخه ال 128 جيجا و6 جيجا رام متوقع انها تبقى تحت 5000 جنيه. انت كده خلاص هتركن الاف 11 وهتركن الاف 11 برو، الاف 50، البي 30 لايت، النوت 7. الموبايل ده هينزل هينافس موبايلات كتيره وهيبقى اختيار مناسب جدا، ما اعتقدش ان حد هيعرف يطلع بعيد عنه لو انت واحد ميال للاداء او ميال للمواصفات والكلام ده. لكن انت بقى لو عايز بقى شاشات السوبر اموليد والكلام ده هتتجه لفئه مثلا الاي من سامسونج، هي اللي بتنزل بشاشات سوبر اموليد الوان افضل وكونتراست افضل وحاجات من دي. لكن انت بقى اللي بتميل للمواصفات او بتميل للحشو بتاع الموبايل من جوه وعاوز تاخد اعلى حاجه اكيد هتستنى موبايل زي ده. بالاضافه لحاجه كمان انا نسيت اتكلم عليها، الكاميرات. الكاميرات هنا ما اتغيرتش قوي، هنا الكاميرا خلفيه 16 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.7، ولكن الكاميرا الثانيه المسؤوله عن العزل او بتديك وضع البورتريه هي اللي بقت 5 ميجا بكسل بعد ما كانت 2 ميجا بكسل في الريلمي 2 برو. فالمفروض ان دلوقتي الكاميرا اتحسنت حاجه بسيطه، وكانت اصلا الكاميرا على الريلمي 2 برو كانت بتطلع صور حلوه جدا معايا، فتوقع ان الموبايل ده هيديك تجربه تصوير اكيد كويسه. وكمان هم حاطين في السوفت وير الجديد وضع جديد في الكاميرا اسمه دازل كلر، بيخلي الوان ساتوريتد قوي وبيخليها يعني فاقعه كده شويه. وكمان سوفت وير اوبو بيعرف يعدل كويس قوي على الصور ويعدل لك الهاي دايناميك رينج ويبين لك تفاصيل في الحتت الفاقعه والحتت المظلمه، فتجربه تصوير الموبايل ده متوقع انها تبقى حلوه جدا زي الريلمي 2 برو، مش هتختلف الكاميرا هي هي، اللي اختلف المعالج اللي بيعدل على الصور. بالاضافه ان الكاميرا السيلفي بقت 25 ميجا بكسل مقابل 16 ميجا بكسل في الريلمي 2 برو، واللي كانت بتطلع صور شارب جدا وكانت بتطلع صور فيها تفاصيل وهي دايناميك رينج حلو جدا، فتوقع برضو ان تجربه التصوير هتكون كويسه. وسيبك من ده كله، يكفي فعلا سعر الموبايل او الفئه السعريه اللي نازل فيها الموبايل ده. الموبايل ده فعلا هيبقى ارخص موبايل بيقدم لك قيمه مقابل السعر اللي انت هتدفعه. بس ده كان فيديو سريع كده، حبيت اشارككم رايي عن الموبايل ده واقول لكم ان انا متحمس جدا وان انا مستنيه، هيبقى موبايلي بعد الاي 50 ان شاء الله. مش عارف اقول لك تستناه ولا لا، دي حاجه بقى ترجع لك لو انت مثلا معاك موبايل وتقدر تستنى شويه لغايه ما نشوف الوضع هيمشي ازاي. خلاص مستعجل او انت مثلا اصلا مش مهتم بالريلمي 3 برو عاوز تشتري اي موبايل تاني، دلوقتي الموبايلات كتيره قوي في السوق ممكن تختار اي موبايل تاني، بس شوف انت عاوز تشتري ايه او انت حابب ايه او طبيعه استخدامك ازاي. بس ده كان فيديو سريع، حبيت اتكلم معاكم كده وندردش ونشوف كده هنعمل ايه الفتره اللي جايه. وما تنساش لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه علشان الفتره اللي جايه هنعمل افكار جديده وحاجات حلوه هتعجبك، ولازم تفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار او منزل فيديو جديد. اشوفك على خير في الفيديو اللي جاي.